السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة، حيث نجيب دائما على استفساراتكم وشكوككم بالنسبة للأرض المسطحة وكثير من المواضيع الأخرى. إذا كنت جديد في هذا المكان فأنا من الناس المتبحرين فيه، فرجاء خذ لك جولة في القناة قبل ما تبدأ تعطيني نفس الأسئلة التي أجبت عنها سابقا. أنا إن شاء الله تستفيد. طيب، اليوم عندي لكم دليل جديد على كروية الأرض، طبعا دليل أيضا لا تخر منه الماء، دليل قاتل. طبعا الحمد لله، يعني الأدلة اللي أنا بجيبها دائما هي أشياء علمية ومثبتة، ويمكن لأي باحث منصف أن يعود إلى المصادر ويتأكد من كلامي. بالإضافة إلى هذا، فأنا لم أجد مثل هذه القوانين أو هذه الشروحات على كروية الأرض عند أحد آخر، لم أجدها لا عند العرب ولا عند الأجانب. فالحمد لله، يعني هو توفيق من الله، ويعني ننشر بعض المعرفة. الشيء الجديد هو أن سبحان الله لكل ضارة يعني جانب آخر نافع، سبحان الله. فأحد الأشياء الضارة التي نعيش فيها نحن هي الزلازل. الزلازل من الأشياء التي تحدث في القشرة الأرضية عندما يحدث انكسار أو حركة لطبقات الأرض بشكل أو بآخر، مسببة انطلاق أو تحرير جزء من الطاقة، وتكون هذه الطاقة كبيرة جدا لأن ثقل القشرة الأرضية كبير جدا، فتكون النتيجة الحركة التي يعرفها الناس ويقال عنها الزلازل. والزلازل الموجات التي تصدر عنها هي نوعان، P و S، primary و secondary. primary هي نوع من الموجات الانضغاطية، والتي هي تشبه موجات الصوت لكن هي مختلفة، هي موجات بانضغاطية تتحرك فيها المادة بشكل انضغاطي كأنها تتقارب وتتباعد. الجزء الثاني وهو الموجات S اللي هي secondary، هذه موجات شير، يعني موجات موجية مثل موجات الريبلز في الماء، تتحرك المادة فيها بشكل طولي حسب على اتجاه الحركة، يعني الأولى تتحرك باتجاه مستعرض بالنسبة للحركة، والأخرى تتحرك باتجاه طولي بالنسبة للحركة. الموجات الانضغاطية أسرع بكثير من الموجات الطولية بطبيعتها، وهي تمشي بسرعات عالية جدا سواء في القشرة الأرضية أو في باطن الأرض. ومنها استطعنا أن نحدد ونعرف ما يوجد في باطن الأرض، استطعنا أن نقوم بمسح سيزمولوجي على مستوى الكوكب الأرض كله. فقمنا بهذا المسح، قام العلماء فيه طبعا، وكانت النتائج أننا عرفنا بعض الأشياء. أولا، من مميزات البي أنها تمر في كل المادة، كل أنواع المادة، حتى المياه، حتى المواد السائلة والموائع. فهذه الموجات الانضغاطية مثل موجات الصوت تستطيع أن تمر خلال كل هذه الأجسام. وطبعا معروف أن الصوت ينتقل في الماء وينتقل أيضا في الجماد، وبقياس سرعات هذه الأشياء نستطيع أن نرى كيف تحركت هذه المواد داخل باطن الأرض. لكن الموجات الشير التي هي تتحرك مثل الموجة على سطح الماء، هذه لا تستطيع أن تمر خلال الموائع، وخصوصا عند انتقالها من مكان إلى آخر، يعني من القشرة الأرضية إلى ما تحت القشرة الأرضية. ومنها عرفنا أن القشرة الأرضية تعوم على بحر من الماجما، التي هي الحمم المنصهرة الموجودة في باطن الأرض التي تخرجها البراكين. يعني نحن نعلم أن هناك مواد منصهرة تحت القشرة الأرضية تخرجها لنا البراكين، ونراها على شكل لافا، ولكن عندما تكون في باطن الأرض يكون اسمها ماجما. هذه الماجما تحتها أيضا يوجد هناك القلب الصلب للكرة الأرضية، وأيضا تم عن طريق البحث السيزمولوجي معرفة أن هذه المنطقة صلبة وأنها موجودة، وعرفنا شكل تقريبا الكرة الأرضية الكروي بسبب الزلازل التي تسمح لنا بتخطيط شكل الأرض من الداخل، ومعرفة مكوناتها ومعرفة تأثير هذه الزلازل عليها. الأجمل من هذا الشيء أن الموجات P تستطيع اختراق الأرض من أولها إلى آخرها، فبإمكان دائما الراصد العلمي أن يرى على الجانب الآخر من الأرض في مكان المقابل تماما لمنطقة الزلازل حدوث بعض الهزات في الاتجاه المعاكس تماما لموقع الهزة. وهذا دليل
على أن هذا يحدث. كيف عرفنا أن هذا دليل؟ عرفنا أنه أولا مقابل للمكان، ثانيا تصل فيه الموجات بسرعة أعلى بكثير لأنها تتحرك في المادة بسرعة عالية جدا، تصل حوالي 5000 ميل بالساعة تعبر هذه الم... أو 5000 كيلومتر في الساعة تعبر خلاله الكرة الأرضية إلى الجهة الأخرى، وتستغرق المدة التي يحتاجها موجات S حتى تصل إلى ذلك المكان عابرة الطريق الطويلة حول محيط الكرة الأرضية إلى تلك المنطقة فترة أطول. وبقياس فرق الوقت بإمكاننا معرفة حجم الأرض ومكونات الأرض والمسافة بين النقطتين يعني قطر الأرض بكل سهولة. هذا دليل علمي لا يمكن التشكيك به بأي بشكل، يعني لا يمكن مثلا اختراع شغلة مثلا جديدة تقول والله اكتشفنا أن هي الأرض مسطحة واكتشفنا أن الأرض تستطيع الموجات اللي هي S هذه أو موجات P أنها تخترق وثم تنتشر باتجاه معين ثم تخرج من جهة أخرى. هذه الزلازل وهذه البحث السيزمولوجي هذا من أكبر وأهم الأدلة على كروية الأرض، وللعلم من أهم التجارب التي أخذها العلماء معهم إلى سطح القمر لكي يتم بحثها كانت باحث أجهزة سيزمولوجية تقوم بترسيم ما يوجد تحت القشرة القمرية حتى يعرفوا ما تحتها، وأخذوا معهم قذائف وأخذوا معهم متفجرات حتى يقومون بتخطيط ما تحت الأرض، ما تحت القمر، ما تحت سطح القمر، ليعرفوا باطن القمر ومنه عرفوا أن باطن القمر هناك مواد منصهرة في داخله لا تزال درجة حرارتها مرتفعة. بالإضافة إلى هذا أخذوا معهم مقذوفات مدافع هاون وضعوها على القمر وقاموا بقصف القمر نفسه من القمر حتى يقوموا بقياس هذه التأثيرات عليه. بالإضافة إلى ذلك قاموا أحيانا بصدم الجزء الثالث أو الستيج 3 من الصاروخ ساترن المتجه إلى القمر، قاموا بضرب الجزء الثالث على القمر مباشرة حيث أنه لم يعني المركبة القمرية تقوم بتخفيف سرعتها حتى تدخل في مدار حول القمر، لكن قاموا بضربه بكل قوتها حتى تقوم المجسات الموجودة على سطح القمر بقياس النتيجة وترسيم القمر وترسيم ما تحت القشرة الذي لا تراه العين. كان هذا أحد الأدلة أيضا الذي أثبت لنا تركيب القمر وتوزيع الكتل فيه داخله وحل لقضية أننا لا نرى إلا وجه واحد للقمر لأنه الجاذبية تجذب ذاك الجزء أكثر من غيره، ومعرفة شكله تماما من بسبب الترسيم السيزمولوجي كما هو على القمر وهو أيضا على الأرض. طبعا أتمنى أن أرى ردود من المسطحين لأنني أعرف أن هذه الأدلة لم تمر عليهم من قبل لا العرب ولا الأجانب، ولكن هي أدلة علمية وتستطيعون أن تذهبوا بها إلى أكبر جامعة وأكبر دكتور وتتأكدوا منهم شخصيا أن هذا الكلام صحيح، أو بلاش ادخل على الإنترنت وابحث عن الترسيم السيزمولوجي ستجد بكل دقة هذا الكلام موجود ومؤكد ويدل على كروية الأرض بدون أدنى شك، يعني بدون أدنى شك. قد تشك أنت كما قلت أنا بالسابق، قد تشك أنت في أهلك أن يكونوا هم أهلك، لأن إحدى الإحصائيات تقول أن 20% من الأطفال تم اختلاط أنسابهم في المستشفيات. هناك نسبة 20% ما بين يعني يمكن 20% مبالغ فيها، ولكن قد تصل النسبة إلى 20% في بعض الأحيان. هناك على الأقل نسبة 5 إلى 20% خلينا نفرض من الأطفال تم اختلاط أنسابهم بالإضافة إلى المشاكل الأخرى، نحن لن ندخل إحنا في قضايا الشرف وما إلى ذلك. هناك نسبة ما بين 5 إلى 20% من الأطفال ليسوا أولاد أهليهم الذين يربونهم، النسبة هذه موجودة. هناك نسبة 0% أن تكون الأرض مسطحة، 0. هناك نسبة 100% أن تكون الأرض كروية، 100%. لا يوجد شيء يمكن أن تضع، يعني أشياء قليلة جدا في الدنيا التي تستطيع أن تقول عنها نسبة 100% هي كذلك. واحد منهم كروية الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أراكم في فيديو قادم. لايك شير وسبسكرايب لو سمحتوا، اعملوا شير وخصوصا عند جماعات الأرض المسطحة. أنا عارف أنه أنا مسبب لهم إزعاج كبير، وصلني يعني أخبار كثيرة، أنا عارف أني مسبب لهم أخبار كثيرة. ممكن توصل لهم هذا الفيديو،
أنا ما بحب أتحدى، لكن لنرى ردهم على هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.